السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالنا النهاردة مع سبب نزول أول آيتين في سورة القمر، قول المولى عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبب نزول الآية كما رواه أنس بن مالك كما في صحيح مسلم، أن المشركين من أهل قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية من أجل أن يؤمنوا. الإيمان مش محتاج آية، الإيمان عشان أنا أؤمن بربنا سبحانه وتعالى مش محتاج أن أنا أشوف آية أو معجزة أو كرامة عشان أؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في الدنيا يدل على الخالق سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا لو عنده ريحة الفطرة البسيطة هيدرك أن الكون ده لابد يكون فيه إله بيسيره وينظمه، إله يعني بتخضع له وتسبح له وتسجد له كل المخلوقات في السماوات وفي الأرض. قال جل وعلا: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لكن هو الإعراض والكبر والغطرسة والعناد بأي طريقة آية علشان يعني بيقولوا يعني لو عايزنا نؤمن خلاص لازم ورينا بقى آية، لازم نشوف معجزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أنه سأل الله عز وجل أن يريهم آية. عايزين آية إيه؟ فقالوا طب إحنا لو قلنا له مثلا يعني خلي الجبل ده مثلا ينشق عن ناقة في ناقة صالح، أو في النهاية يعني برضو معجزة برضو كبيرة برضو بس مش للدرجات يعني. لو قلنا له خلي الأرض الممحلة دي تبقى خضرة برضو ما يعني مش. فقالوا لا، إحنا نجيب حاجة محدش في الدنيا دي ممكن يطولها. فبصوا في السماء كده فلقوا القمر، قالوا له شقنا القمر نصين، كانهم يعني بيقولوا النبي عليه الصلاه والسلام ايه، بيقولوا احنا بنعجزك علشان نقول لك ان انت مش هتقدر تعمل كده، ولو كان ليك اله فعلا حقا يعني كان ممكن القمر ده ينشق نصفين، لكن الكلام اللي انت تقوله ده كله ما هو الا يعني اساطير الاولين الى غير ذلك مما كان يكيرون من التهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه توجه الى فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سأل الله عز وجل أن يشق لهم القمر نصفين. المشركين واقفين جنب النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام قال لهم انظروا إلى السماء، فنظروا إلى السماء فإذا بالقمر يشق إلى نصفين، نصف على جبل أبي قويس ونصف على الجبل الذي في مقابله. طبعا هم أول ما شافوا الموضوع دوت هم عايزين، هم طبعا شايفين الموضوع قدام عينيهم، مش مثلا حد بيحكي لهم قدام عينيهم، لكن بصوا لبعض كده وغمزوا لبعض كده، قالوا سحر مستمر، يعني انت بقى من كتر السحر اللي انت بتعمله يا محمد صلى الله عليه وسلم سحرت أعيننا لدرجة ان احنا شفنا القمر انشق نصين وما حصلش. فبعض المنصفين منهم قالوا طب ما تستنوا، في قبائل جاية بكرة من اليمن ومن الشام جاي بتجارة، فنسألهم القمر ده مش هتشاف في مكة وبس، هتشاف في كل حتة، فتعالوا نسألهم إذا كانوا شافوا الآية دي ولا ما شافوهاش. فلما وصلوا الناس في الغد اليوم التالي سألوهم بقى: هل رأيتم شيئا في السماء بالأمس؟ قالوا رأينا شيئا عجبا. قالوا ما هو؟ قالوا رأينا القمر قد انقسم إلى نصفين، نصف على جبل أبي قبيس ونصف على الجبل المقابل لهذا الجبل. ولذلك سبحان الله كان من ضمن الأشياء العجيبة جدا والاكتشافات الغريبة التي لا تخطر على قلب بشر، إن بعض السفن الفضائية لما طلعت للقمر من سنوات طويلة في التسعينات والثمانينات وجدوا مكان في منتصف القمر، المكان ده بيدل على إن القمر ده كان اتشق نصفين. ودي كانت آية ومعجزة أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فده كان سبب نزول الآيات ديت. والحقيقة إن الإنسان مجرد ما ينظر بس لصفحات الكون، أذكر إني أنا وأنا في إحدى السفريات الفترة اللي فاتت ديت، طيار رجل محترم جدا جدا ربنا يحفظه ويبارك فيه،
وأنا جاي من فرنسا على الخطوط المصرية. طبعا ما اقدرش اذكر اسم الطيار ولا اذكر اسم ولا حتى رقم الطيار ولا، لكن يعني اذكر ان الحادثه دي حصلت مرتين. مره وانا مسافر ليبيا، ودي كانت السفريه الوحيده اللي سافرتها هناك، كان في الجائزه الدوليه للقران الكريم. ومره ثانيه وانا جاي من فرنسا، اظن ما كانش اختلط عليه الامر لكثره السفريات الفتره اللي فاتت. فوانا يعني رايح في ليبيا وانا جاي بقى من السفريه الثانيه ديت، الطيار لما علم بوجود على الطياره فطلب مني ان انا اجي اقعد معاه في الكابينه. طبعا لما قعدت معاه في الكابينه، والله العظيم يا جماعه سبحانك يا رب، يعني لو انسان كافر لا يعلم شيء عن المولى عز وجل، حينما يرى صفحه الكون من الطياره يعني فعلا لا يملك نفسه الا ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه عجيبه جدا، انا قاعد مع الطيار، قاعد قدام مثلا، يعني انا كنت متخيل مثلا الطيران ده عباره عن ايه، واحد طيار قاعد كده وقدامه الكتالوج او التابلو عفوا بتاع الطياره، تمام، وقدامه الزجاج وهو عمال بقى بيسوق ويحرك الفتيس ويظبط الدنيا ويحود يمين ويحود شمال يعني كده. أتاني هو قاعد ما شاء الله يعني مريح العظمتين ومروق الأنان، ما بيعملش حاجة خالص من أول رحلة الأخيرة ولا أي حاجة، هو قاعد فقط كده دايس على خريطة معينة كده من خلال كمبيوتر، دايس على حاجات معينة في الرحلة، جنوب شرق شمال غرب مش عارف إيه، ارتفاع كذا سرعة كذا مش عارف إيه، حاجات كده معينة بيحطها تمام ويدوس أوكي والطيارة تمشي بالسلامة. الطيارة تمشي وتنزل لحد هناك، أحيانا بيضطر هو أن يعمل الهبوط بنفسه تمام، وأحيانا الطيارة نفسها بتنزل. شيء عجيب جدا، حاجة فوق الخيال. فبقول له أنت قاعد مش شايف حاجة قدامك؟ قال لي لا. قلت له طب بتمشي إزاي بالطيارة؟ قال لي هي كده ماشية إلكترونيك بفضل الله سبحانه وتعالى، من خلال أحيانا من خلال تحكم من المطار، من خلال أجهزة معينة إحنا عاملينها، من خلال البروجرام اللي إحنا حاطينه مبرمجينه على الكمبيوتر بتاع الطيارة، حاجة فوق الخيال فعلا. يعني علم الإنسان ما لم يعلم، إن الإنسان لما يقعد يتأمل الآيات ديت، تنظر بقى لصفحة الكون وانت في الطيارة، سبحانك يا رب، تقول سبحان الملك، طيارة ماشية فوق السحاب والسماء قدامك ودرجة حرارة بره مش عارف تحت الصفر، والدنيا عاملة ازاي والشمس عاملة ازاي، حاجة عجيبة جدا، والدنيا تحتك صغيرة جدا، نمل تحتك، حتى ما انت شايف النمل، لان الطيارة بتبقى على ارتفاع 11,000 متر، يعني 33,000 قدم، شيء عجيب جدا جدا سبحان الله. وطيارة ضخمة جدا شايلة أكتر من 400 نفر بالأمتعة بتاعتهم، بالحاجات اللي هي مصفراها كمان، بالشحن اللي هم شحنينه. إيه القدرة دي كلها؟ دي الكلام ده كله محتاج معجزة، محتاج أن أنا أقول وريني معجزة عشان أؤمن بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه معجزات كتير جدا يا جماعة، كان ليه معجزات فوق ما تتخيله. وقبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه إرهاصات. والفرق بين الإرهاصة والمعجزة، أن المعجزة والإرهاصة يشتركوا الاثنين في حاجة واحدة، أن هذا أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل لنبي من الأنبياء. الإرهاصة بتكون قبل البعثة والمعجزة بتكون بعد البعثة. الأصل في المعجزة الإظهار، والأصل في الكرامة الإخفاء. الكرامة ما بتكونش النبي، الكرامة بتكون لولي من الأولياء، سواء كان صحابي سواء كان تابعي سواء كان تابع تابعي، سواء كان واحد من زماننا سواء كان من الزمن اللي جاي بعدينا. فدي الكرامة، كرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من الأولياء. فالشاهد في الموضوع إن ربك يقدر سبحانه وتعالى إن كان في إرهاصات قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والحاكم بإسناد حسن: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي. دي الإرهاصة بقى، ورأت أمي حينما كانت تلد النبي عليه السلام، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. الله، قصور الشام نورت من النور اللي خرج من أم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت تلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذلك الحافظ ابن كثير بيقول: ولعل هذا فيه دلالة على النور الذي سيخرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكون ويضيء به الكون كله بما في ذلك بلاد الشام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن الإرهاصات برضو، الإرهاصة الجميلة برضو، حادثة أصحاب الفيل. أصحاب الفيل أبرهة لما كان جاي عشان يهدم الكعبة، وقدر المولى عز وجل أن تحصل إرهاصة جميلة جدا، أن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أصحاب الفيل يعني أهلكوا بسبب هذه المعجزة أو هذه الإرهاصة.
طب ليه حصلت الإرهاصة ديت إن الكعبة ما ينفعش تتهدم مع إن الكعبة ستهدم بعد ذلك؟ يعني الكعبة ستهدم بعد ذلك ورغم ذلك ما ينفعش تتهدم في الوقت ده ليه؟ لأنها ستكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من حماية البيت، لابد من حماية الكعبة لأنها ستكون قبلة لسيد ولد آدم، مع أنها لم تكن أول قبلة له، كانت قبلته بيت المقدس، ولما ذهب إلى المدينة المنورة بعد ذلك كما عند البخاري ظل يتوجه إلى بيت المقدس كما قال الراوي 16 شهر أو 17 شهر على اختلاف يعني تذكر الراوي، ثم بعد ذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن يولينك قبلة ترضاه فولي وجهك إلى المسجد، مسجد الحرام. فالشاهد في الموضوع إن النبي عليه السلام كان مشتاق جدا أن هو يتوجه إلى المسجد الحرام إلى الكعبة يعني، فكان دي قبلته بعد ذلك، فالمولى عز وجل حمل الكعبة عشان دي هتكون قبلة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. دي كانت إرهاصات حصلت للنبي قبل البعثة، لكن بعد البعثة طبعا المعجزات لا تخطر على قلب بشر، من ضمن الأشياء طبعا حنين الجزع كما عند البخاري أن النبي كان بيخطب على جزع نخلة شجرة كده كانت قدام المسجد، قطعوا منها جزء صغير يعني هم طبعا شالوها وقطعوا منها جزء كده من جزع النخلة دي وحطوها في المسجد وبقت هي دي منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقوم يخطب عليها. فقامت امرأة من الأنصار وقالت له يا رسول الله إن ابني نجار وإني أريد أن يصنع لك منبرا، فقال لها خلاص دعيه يصنع منبرا، فصنعت منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأتي به في الجمعة التي تليها. راح النبي لما شاف المنبر فنحى الجزع جانبا وقام يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم، وهو بيخطب الجمعة حن الجزع وبكى وسمع له صوت كصوت الناقة العشراء، صوت الناقة اللي في الشهر العاشر اللي هي بتولد، صوت بكاء غريب جدا. تخيل حضراتكم الصحابة اللي قاعدين في الصف الأولاني وهم شايفين وسمعين صوت الجزع هو بيبكي 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 ويئن لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النهاردة كم واحد النهاردة بيغفل عن ذكر المولى عز وجل، والجزع بيحن ويبكي لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا. فإذا بالحبيب المصطفى اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسول الله رحمة للبر والفاجر والإنس والجن والدواب والجماد والطيور، النبي رحمة الكل للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، نزل وقطع الخبة والتزم الجزع احتضنه. درجة لما قرأت الحديث ده أول مرة قلت يا ريت أنا كنت الجزع ده، كنت أفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أصر له النبي بكلمة قال إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، لو حبيت إن احنا نغرسك قدام المسجد تاني ونزرعك هتطلع شجرة جميلة قوي، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. حديث المعجزات من ضمن المعجزات، مش بحكي كل المعجزات، ان نعسا في يوم الحديبيه في صلح الحديبيه ما كانش في ميه خالص بمره، والناس خلاص يعني مش لاقين لا يشربوا لاي حاجه، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى بئر الحديبيه يجد البئر قد جف، فطلب اناء فيه ماء، خد الاناء ده وراح سمى الله عز وجل تفل فيه، التفل يعني من غير هوى فقط، ثم القاه في بئر الحديبيه ففاض البئر وشرب الناس وملأوا اوعيتهم واغتسلوا وتوضؤوا وشربوا وطبخوا واكلهم وشربهم كل ده وما زال، والى غير ذلك برضو حدثت برضو ايه حاجه تانية غير بئر الحديبيه، انه برضو حصل جدب وقحط برضو في احدى الغزوات، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحضر ماء ويسمي ويبارك عليه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، ثم يدفل فيه ويسمي باسم الله جل وعلا ويضع أصابعه على الإناء فيفور الماء، كان نفورة شغالة من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل بقى المية وهي طالعة من بين أصابع النبي نفورة كده، والناس بتيجي تملى المية وهي نفورة طالعة من بين أيدي النبي ومن بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان من ضمن المعجزات، وهنكمل إن شاء الله بقية معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الفصل، لكن أختم بس بمعجزتين. إن سيدنا ابن مسعود كما عند مسلم كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، الحصوية تقع في يد النبي فكانت تسبح باسم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن مسعود كما عند البخاري والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على حبيبك. رجعنا لكم بعد الفصل. لما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعمل الحكاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر أن يغير نواميس الدنيا كلها، قادر سبحانه وتعالى أن يؤمر السماوات والأرض بأي أمر، والكل مطيع ومذعن وخاضع لله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا كان ممكن أكمل شوية كده في معجزات النبي عليه السلام، لكن عايزين اتعايش مع الواقع شوية. أكيد كل واحد فيكم بيؤلمه جدا جدا وبيدمي قلبه الأحداث اللي بتحصل في سوريا. قادر ربنا سبحانه وتعالى اللي شق القمر نصين، واللي شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، واللي أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى في ساعة من الليل، قادر ربنا سبحانه وتعالى ينصر أهل سوريا في لحظة، في لحظة واحدة، في أقل من كن فيكون. أو الله العظيم، هو مشكلة الإنسان لما بيتجبر ويتكبر ويلاقي الدنيا يعني ماشية معاه شوية، أنه بيوصل لمرحلة أنه ممكن يوصل لمرحلة أنه هو يظن أنه إله بيعبد من دون الله سبحانه وتعالى. بشار الأسد من كتر التجبر والتكبر، وطبعا مساعدات إيران من ناحية، ومساعدة حزب الله اللي أنا بسميه حزب الشيطان من ناحية، ومساعدات روسيا من ناحية، المساعدات العجيبة اللي الواحد مش متخيلها. يعني أنا متخيل لو إن في دولة مسلمة، والله العظيم هذا ما أدين الله به، لو إن في دولة مسلمة، بقول دولة مسلمة، ظلمت دولة غير مسلمة، فأنا لا يمكن أوافق الدولة المسلمة دي على ظلم أي دولة غير مسلمة. ظلم، مجرد ظلم، أو لو في حرب ما بينهم بسبب ما وسبب شرع ما فيش مشكلة، أنا بتكلم على الظلم. يعني إحنا ما نرضاش الظلم حتى لو كان لقطة. تخيل النبي عليه الصلاة بيخبر إن واحدة ظلمت قطة حبستها دخلت النار، والحديث رواه البخاري. النبي في المقابل بيخبر إن واحدة بغي بتتاجر بعرضها، تخيلوا، دخلت الجنة بسبب سقيا كلب، سقيا كلب. أنا نفسي أفتكر أو نفسي أتخيل الرجل ده بيفكر إزاي. الدنيا كلها سواء كان مؤمن أو كافر، الكل بيتقرب إلى الله بكره هذا الرجل وبما يفعله ومن معه من أعوانه في اللي بيعمله مع أهل سوريا. احنا كل يوم بنفتح عينينا حقيقة، يعني الواحد فعلا لا يهنأ بعيش مع اللي بيحصل في سوريا لإخواننا. كل يوم على الأقل من 100 ل 150، ده اللي تعرفوا، ده اللي عرفوا يعدوهم. خدوا بالكم الاعداد دي غير صحيحه. يعني لما بيوصل لنا احدى القنوات ان النهارده ان قالوا ان حصل ان في النهارده 150 شهيد نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا، 150 شهيد في سوريا. الموضوع مش 150، ال 150 دولت اللي لهم في الشوارع، ده في ناس تحت الابنيه هتعدهم ازاي دولت؟ في ناس عمارات وقعت عليهم من كتر القصف. يعني انا مش متخيل ان الناس ديت لو كانوا كفرة مش مسلمين، يعني لو شعب سوريا ده كانوا كفرة مش مسلمين، انا لا اتخيل ان في واحد في الدنيا ممكن معهم كده. فما ظنك ان هم ناس من اهل السنة وناس افاضل وناس يعني انا مش عارفه ليه. يعني اهل الشام ده النبي عليه السلام اخبر ان دي ارض كلها بركة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الطبري هي أرض مصر والشام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، وفي آخر مرة اللهم بارك لنا في يمننا. فدي يبقى إذن أو في الثلاث مرات كان بيقول اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، شاهد في موضوع إنها أرض كلها بركة، شعبها الشعب كله بركة، البلاد دي كلها هي أرض يفضل فيها الجهاد لحد آخر لحظة على وجه الأرض. إيه اللي بيتعمل في أهل سوريا؟ أقل القليل يا مسلمين، إحنا للصائم دعوة مستجابة. وسمحوني أنا ممكن نقعد نتسلى دلوقتي نحكي شوية قصص، سيبكم القصص بقى شوية. فعلا محتاجين إن إحنا نستثمر، ربنا إدانا سلاح. السلاح ده مش لازم إن إحنا نستهتر به أبدا. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء فثم الإجابة. لما ربنا يكرمني إن شاء الله بالدعاء أنا واثق إن ربنا هيستجيب دعائي. مين فينا فكر عند فطر كده وانت لسه بتفطر كده وتاكل تمرات كده ولسه بتدعي؟ مين فينا فكر يدعو الاخوان في اهل سوريا؟ طبعا في ناس بتدعي، لكن في ناس بتنسى. ما ينفعش ان احنا ننسى في الظروف ديت. تخيلوا ناس عماله بتجاهد وهي صايمه،
وعطشانة وجعانة في عز الصيف في عز الحر والبهدلة اللي احنا فيها، ناس قاعدة في بيوتها والله العظيم ما قادرة تكمل صيامها بالعافية. شوف دي قاعدة في بيوتها وفي وسط المكيفات، يعني ناس قاعدة في المكيفات وقاعدة في بيوتها أو في مكاتبها وما بتعملش حاجة خالص بالمرة، سوى ان هو مثلا ممكن يكون طبخة بيعملوها أو مثلا واحد قاعد بيكتب ورقتين ثلاثة، وناس مش متحملة على الآخر بيكمل صيامه وخلاص بيفرهد. دي ناس ليل ونهار في الشوارع لا في مكيفات ولا مراوح ولا لقمة عدلة ياكلوها، احيانا ما بيكونش في لقمة اصلا لا عدلة ولا غير عدلة، احيانا ما بيلاقوش شوية مية يشربوها. وفوق ده كله بقى تخيل لا الاقي مية اشربها ولا الاقي لقمة اكلها وانا صايم، وفي نفس اللحظة ابني وابني وزوجي واخويا وزوجته وامه وابوه مقتولين حواليه. انا مش متخيل الناس ديت خلاص ما بقاش فيها حتى صحة انها تبكي، يعني من كتر الـ 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 العذاب اللي هم فيه لو عايز يبكي خلاص هو مفرهد هو مش قادر. فاحنا محتاجين ان احنا بجد ما ننساش الناس ديت، الناس ديت ليهم حق في اعناقنا، هنتسئل عنهم يوم القيامه والله العظيم، والله العظيم هنتسئل عنهم يوم القيامه، لان اللي بيحصل ده شيء غير معقول. الواحد بيتخيل التمثيليات الحقيره اللي بتمارسها هيئه الامم المتحده المتحدة، ولكن عايزين نكملها، المتحدة على المسلمين، هم مش متحدين فعلا. تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، فعلا الدنيا كلها بتتحد على كل شيء ضد المسلمين، بيتفرقوا وبيكرهوا بعض لكن يتقاربوا إلى بعض في عداوة المسلمين. يبقى تفرق شملهم إلا في حالة واحدة، إلا علينا. شوف قد إيه، فإحنا فريسة لهؤلاء الناس. النهارده لما حصل ان زمان لما العراق احتلت الكويت واخد بالك، وامريكا خافت على الـ 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 البترول اللي بيتصدرها من الكويت وشاف ايه، عملت بقى عاصفه الصحراء. 28 دوله يا مسلم، 28 دوله فضلت مش بتحرر الكويت من العراقيين، لا دي كانت بتضم بتبيد العراق. من يوم عاصفه الصحراء الى يومنا هذا شوف اللي بيحصل في العراق، اسال الله ان ينجيهم. واخد بالك 28 دولة عمالة بتضرب في دولة واحدة على مرأة ومسمع من العالم كله بحجة ايه؟ تحرير. طبعا احنا كنا رافضين تماما موضوع غزو العراق للكويت، ده احنا كنا متخيلين ساعتها ان اجمل حاجة كان يعملها صدام في الوقت ده ان هو يضرب اسرائيل، ولو ضرب اسرائيل في اللحظة دي كان الشعوب الاسلامية كلها كانت هتلتف حواليه، والشباب المسلمين كلهم كان يكونوا تحت امرة صدام حسين لو كان ضرب اسرائيل في الوقت ده. لكن بغباء شديد جدا راح يضرب في الكويت. هو ده كلام؟ الكويت دولة مسلمة ودولة يعني بتكرم الدول اللي حواليها إلى غير ذلك، فما كانش ينفع تتضرب. فأنت النهاردة عشان في خاطر فقط إن مصلحة الأمريكا إن البترول اللي كان في الكويت كان يهم أمريكا جدا عملت عاصفة صحراء 28 دولة. إنما النهاردة عشان أهل السنة ومسلمين ومش مسلمين وبس، حتى لو كانوا مسيحيين حتى نصارى موجودين في سوريا حرام يقتلوا، واحنا فاكر ان احنا بندافع عن مسلمين بس، لا احنا بندافع عن اي واحد على وجه ارض سوريا بيظلم، لان احنا نكره الظلم تماما. مولى عز وجل يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الظلم حرام، خد بالك. شاهد في الموضوع اني لما كان المشكله دي 28 دوله، دلوقتي كل شويه سوف نجتمع، مش كل شويه احنا نشجب، نحن نستنكر، لا ينبغي ان يفعل بشار هكذا، لابد ان تتنحى يا بشار، لابد مش عارف ايه، يجي نعمل اجتماع في مجلس الامم المتحده فيتو لروسيا وفيتو للصين، حسبنا الله ونعم الوكيل في روسيا وفي الصين، والله العظيم واقسم بالله انا بقولها وافتي وانا اتحمل هذه الفتية امام رب سبحانه وتعالى، لا عذر لمسلم ولا ينبغي لمسلم، بل ويحرم على كل مسلم ان هو يشتري او يبيع في اي تجارة من بلاد الصين. وهذه الفتوى انا اتحملها، انا اتحملها بين يدي الله سبحانه وتعالى. دولة النهاردة بتبيح الدم السوري، دولة النهاردة في رقابها دماء الاف السوريين اللي اتقتلوا، واحنا لحد النهاردة عمين بنتاجر في 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 بضائع الصين وعمين بنضخم في الاقتصاد بتاع الصين. ده الصين دي محتاجة تتأدب، بلاد الصين دي محتاجة تتأدب ومحتاجة تتربى بجد والله العظيم، بصرف النظر هي كم مليار ولا كم، انا ما يهمناش الكلام ده كله، كل اللي يهمنا ان ما ينفعش ان احنا يعني المسلم واخو المسلم،
لا يظلمه ولا يسلمه. احنا الان بنسلم اخواننا في سوريا بان احنا النهارده الصين بسبب الفيتو اللي عملته وروسيا بسبب الفيتو اللي عملته النهارده بيدمر الشعب السوري وبيقتل الشعب السوري، واحنا عمالين بنشتري في العربيات اللادا السوري وعمالين بنشتري في البضائع الصينيه، ومصر غرقانه هي والدول العربيه كلها ببضائع الصين. حرام حرام يا جماعه، حرام ان احنا النهارده عدونا بنحاول نضخمه ماديا، واخواننا المسلمين في سوريا النهارده بيقتلوا ويذبحوا. هم دول حتى النهارده لو بشار ده، الله يلعنك يا بشار، الله يلعنك ويلعن كل اعوانك على اللي انت بتعمله في اهل سوريا. الواحد لما بيشوف مناظر الاطفال اللي بيقتلوا واغتصاب النساء واشياء اشياء لا تخطر على قلب بشر. انا اخي سوري وانا جاي من الاردن والله حكى لي على اشياء والله اقسم بالله تدمي القلب، اشياء والله العظيم تدمي القلب، اشياء ما بتذكرش لا على قنوات اخباريه ولا غير قنوات اخباريه، ما بتذكرش ابدا، اشياء عجيبه جدا. بيقول لي انا عندي فيديوهات والله العظيم ما اقدر اعرضها لان ما ينفعش حد يشوفها بالمره. شوف قد ايه، ورغم ذلك احنا عمالين بنشتري بضائع الصين وبنشتري بضائع روسيا. لابد من مقاطعه الصين، ولابد من مقاطعه روسيا، ولابد من مقاطعه اي منتجات ايرانيه، ولابد ان احنا يكون لنا موقف ضد حزب الشيطان اللي بيسمى حزب الله. يعني ما ينفعش يا جماعه، الناس عماله بتبات، والناس ديت لو ان بشار النهارده قال انا ماشي خلاص ومروح وسوريا خلاص هدأت، انت فاكر الموضوع كده سهل؟ ده كل أسر كل بيت فيه النهارده شهيد، اسال الله ان يجعله كذلك، كل بيت النهارده فيه جراح وفيه الام، الناس دي هتفضل تعاني من الام وجراح سنوات طويله جدا زي ما حصل في ليبيا برضو 50,000 شهيد. ربنا يا رب يحفظهم يا رب وينجيهم. سامحوني ما كانش ينفع النهارده ان اتكلم في معجزات وانسى هذا الالم وهذا الجرح اللي في بلدنا، بلدنا سوريا الحبيبه. وبعايز اقول كلمه، عايز اقول بالله عليكم ما تنسوش من الدعاء ومن الدعم المادي، الجهاد المادي. وانا ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله بعد العيد مباشره ان شاء الله، يعني ربنا يا رب يعني يجعلنا عونا لتثبيت هؤلاء اخواننا ان شاء الله. انا مسافر سوريا ان شاء الله بعد العيد مباشره، وساتواجد ان شاء الله بين اخواني في سوريا. ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير يا رب ويثبتنا واياكم، واسال الله سبحانه وتعالى وامنه، اسال الله ان ربنا يرزقني شهاده في سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج هم اخواننا في سوريا، اللهم فرج هم اخواننا في سوريا، اللهم انهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اجعل بشار يا رب العالمين، اللهم صلت على بشار آية من آياتك، اللهم صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم خذ بشار وأعوانه أخذ عزيز مقتدر، وأغث إخواننا في سوريا يا رب العالمين، واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكتاب المستبين لما نقرأ في الكتاب المستبين.